السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات سباق الخيول مساء اليوم في باري فانسن ديرنيير مينيت. غادي نديرو فيها واحد جوج ديال الدقائق وماكسيموم هكاك. فقط نعرفوا بأن غرون فافولي غيكون هو الكاتر عود ديال ياسين بوردو كنديان كرونو، المنافس ديالو هو جون ميشيل بازير، وهادو ديجا كانوا جراو بيناتهم، وكان طريز كان تغلب على الكات، وكان الكات كان دار دوزيام بلاص في الاوتسايدر، كانوا في لي غرون نيميرو. دابا الكات بقى كيربح، ولا في البتي نيميرو، ولا هو البلوريش. اندوستيل غيكون هو التروازيام، والكراون وايز اس، هادو هما لي كاتر بروميير الاخوان. دن بالنسبه للفرنش شوفاتير فالاخوان اللي غيكون فيها 13 15 4 5 هما لي كاتر برومي، والسيزيام والساتيام هو الناف والدو زيد الان والتروا والست. وانا كنهديكم داك 12 تبقى مور اكس 12، ان داك 12 راه في كورس بي غيتحول لكورس سي، اول خطره يدخل الفانسن يقدر يخلق الحادث 12. بالنسبه ل 13 15 4 5 صراحه انا كنتوقع نمره صغيره لمره كبيره، يعني عاود بين 13 15 وعاود بين 4 5، ولا جينا نقارنوا 4 5 غيكون الكات افضل من رقم 5. اذا 4 13 اولا 4 15، نمشيو لعند الناف اولا عند الدو، ونمشيو عند تروا اولا الست، ونرشوا داك الدوز مور اكس. هادشي اللي كاين خوتي، خليت لكم الراحة ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.